مرحبا، مساء الخير. اسمي مرتا، أسعد أن أكون هنا في التلفزيون المصري في برنامج العاشرة. مساء الخير للجميع. فيما يتعلق بالوقت، لقد قاموا بتغيير الوقت كما كنا نتوقع. موعد المباراة كان 6 ثم تغير للـ3. ليس لدي أي فكرة عن سبب التغيير، صدقيني ليس لدي أي فكرة. فيما يتعلق بفريق الأهلي، هو دائما في نفس المكان. بالطبع الأهلي فريق كبير ودائما يلعب ليفوز، وبالتأكيد هذا نحن نحاول أن نفوز، هم يحاولون أن يفوزوا بالمباراة ونحن نفعل ذلك أيضا. بالنسبة لفريق الأهلي في دوري الأندية، كأس الأندية، بالطبع الأهلي فريق جيد وفريق خطير أيضا، وفشل مثل غيره من الفرق، وقام بفعل أشياء جيدة مثل غيره من الفرق أيضا. لا أريد كثيرا أن أتحدث عن الأهلي، لأن الحديث عن الأهلي دائما هناك نفس الكلمات. الأهلي فريق جيد وحسب، الأهلي بطل أفريقيا وحامل اللقب، هذا وهذا يمكن أن يقول كل شيء. لا أرى أن فريق الأهلي يتطلع للمهارات الفردية، ولكنه يتطلع إلى عمل الفريق. هم يلعبون كفريق. المهارات الفردية اليوم في الكرة بالنسبة لي ليست بالأهمية الكبيرة، تكمن أهميتها فيما إذا كانت هذه المهارات الفردية مرتبطة ولديها اتصال بعمل الفريق ككل والمجموعة. لأن المهارات الفردية اليوم يجب أن ترتبط مع عمل الفريق ككل، وليس أعتقد أن لاعب واحد يمكن أن يؤدي فريق جيد، ولكن فريق واحد يمكن أن يقوم بالفوز بالعديد من الدوريات. فيما يتعلق بالتكتيكات الخاصة بالسودان، بالنسبة لي الأمر لا يمثل أهمية كبيرة. يجب أن نلعب ما يجب أن نقوم به. يجب علي أن ألعب ديربي في بلادي. أعلم أن هذه المباراة مباراة خاصة بالطبع، ولكني أحب المباريات الخاصة، أحب المباريات الكبيرة، أحب التحديات الكبرى. بالنسبة لي ما أحاول أن أفعله أن أحصل عن أفضل أداء من اللاعبين، وأن تكون عقلياتهم تؤدي بشكل إيجابي للفوز بهذه المباراة. أعتقد أن هذا هو الأمر. فيما يتعلق بالكرة المصرية، أعتقد أن مصر تعتبر من أكبر البلاد بها كرة قدم قوية جدا على مستوى إفريقيا، وأعتقد أن هذه الدولة هي الدولة التي يرغب ويتمنى أي مدرب أن يعمل فيها. هناك العديد من الفرق الجيدة والدوريات القوية، وهذا ما نريده وهذا ما نحبه. بالطبع هناك مستويات معينة، ولكن بالنسبة لي كمدرب أنا أحب كما قلت من قبل، أحب التحديات الكبرى وأحب المباريات الكبرى أيضا. وبالطبع المصريون أقوياء في هذا الشأن. لا لم أتلقى أي اتصالات من أي أندية مصرية. بالطبع الآن أنا أركز في هذه المباراة في دوري الأبطال، حيث أنا ممثل لنادي الهلال السوداني، وأنا مركز جدا، وأداؤنا في دوري الأبطال أنا لست قلق بهذا الشأن. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي، وأنا سعيد هنا، وأنا أركز كثيرا لأن أعطي فريق الهلال تصنيفا جيدا في كرة القدم، وأن يؤدي بشكل إيجابي، وأن يتقدم وأن يهاجم. هذه هي فكرتي، وهذا ما أفكر فيه هذه اللحظة.